سألت الأخت في في ألمانيا أمي تشتغل في مصفف الشعر وتباع الشعر المستعار فهل يباع لي أن يأكل من مال الذي هي تنفق عليه؟ تقول أمها تشتغل مصففة شعر. نعم. يعني وتبيع باقي الشعور. نعم. ما يضر، لا يظهر لي هناك ماله، يعني شعور مرمية إذا كان استفاد منها، لكن هل تستعمل للوصل؟ نعم يستعمل، هذا كان قصدي، يستعمل للوصل. لا هذا حرام، هذا حرام. نعم. لكن لو أن الأم باعت الشعر واستعمل للوصل فلا يحرم على البنت مال الأم. نعم. يعني لا يجوز لها أن يأخذ أو هذا لا لا تأخذ من مال أمها. طيب بارك الله فيك شيخ.